حضور الكريم وشكرا للرابطة على نشاطاتها الثقافية المستمرة. طبعا اليوم احنا نهنئ الرابطة لأنه هم يوم 7/8/1991 اعتقد انطلاقهم، صح ولا مو ناسينها؟ وانا اليوم متوعد على باقة ولد ونسينا نجيبها لكم. فان شاء الله، فهي طبعا رحمة الله على الشيخ حمود اللي دائما يعني ذكر احنا صراحة 1991 7/8 انا مسجلها يمي، هي تأسيس رابطة الأنساب في العراق. فشكرا جزيلا. الله يخليك، الله يسلمك. هاي القضية الأولى اللي حبيت أشير إليها. القضية الثانية طبعا احنا نرحب بالدكتور مصطفى شغيدي، هذا الشخص اللي شارع المتنبي والمركز الثقافي البغدادي دائما ما يشاهده في الباحة، يعني أيام الحار وأيام البرد، ويعني واقف هذه الوقفة، وقفة الشموخ ووقفة الثقافة، وهو يقدم الحوارات والنقاشات الثقافية والمواضيع المهمة في كل جمعة، ويحرص هو وكادره طبعا على وفريقه على تقديم مواضيع يعني مهمة ولا سيما موجهة نحو الشباب. آخر طبعا موضوع هو تناوله الدكتور، واحنا نبارك له بمناسبة هذا صدور هذا الكتاب، وهو أعتقد أول كتاب ألف في هذا المجال يعني في العراق. فمبارك للدكتور مصطفى هذا الإصدار، وإن شاء الله اليوم نتشرف بالتوقيع وكلمة إليه. كذلك نرحب الدكتور ياسر عبد الحسين اللي هو أحد عيون الخارجية العراقية وكاتب مهم أيضا، وحبيت أنا يعني صراحة أنه أرحب بكم ومبارك للدكتور وهذه الإشارات البسيطة. شكرا جزيلا لكم. إخواني الأعزاء، إحنا طبعاً رابطة الأنساب سبقاً تحدثنا أنه هي تشترك في جميع فعاليات المشروع الثقافي البغدادي، فهي جزء من هذا المكان. اليوم نرحب بالأستاذ الدكتور مصطفى الشغيدي. حقيقة الشخصية أول ما تعرفنا عليه، إحنا هو بداية كانت هنا عنده في البسطة معقوبية الشغلات يتكلم، فإحنا جينا نمشي معه ما نبتدينا. بس اكتبنا بعض المفردات اللي يتحدث فيها فجربنا، بعدين نتقربنا الحديث مع الشيء بالإضافة إلى بأسئلة وأجوبة. فكان حقيقة المكان هذا الصغير توسع الحمد لله، يعني لأن الناس بدأت تعرف أهمية هذا المكان بالإضافة إلى الكارثة اللي يمتلكها، إضافة إلى المعلومات الكثير من المعلومات اللي يمتلكها. حقيقة جدا ناسلة، لذلك أنا أهني وأهني مركز الثقافة البغدادي اللي احتضن مثل هذه الشخصية والكلمة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. في باحة المركز الثقافي وأنا لا أستمع لهذه الحوارات الواعية النافعة. شكرا لهذه الكلمات وشكرا لإدارة المركز الثقافي البغدادي لهذا الاحتفاء اللطيف والجميل والحديث عن مفهوم الجندر. هذا المصطلح قبل أن أتحدث عن كتاب الجندر سقوط الفطرة وإحياء الشيطنة، هناك مسألتان. المسألة الأولى أن الجندر ارتبط تمكين المرأة، هذا المصطلح خرج من رحم الجندر، واليوم في كل المؤسسات العراقية في كل الوزارات العراقية هناك شعبة أو وحدة عنوانها تمكين المرأة، ونحن في الكليات في الجامعات تخصص درجة في التقويم السنوي على وفق تمكين المرأة. تمكين المرأة خرج من رحم الجندر. الجندر عنوانه العام المساواة ما بين الرجل والمرأة أو المرأة والرجل. حينما نعود إلى كل الحضارات وكل الأديان نجد أن المحور هي المرأة، ولذا أنا أعتقد أن المرأة ليست هي نصف المجتمع وإنما هي المجتمع كله، ولذلك كل السياسات كل الأيديولوجيات تعمل على المرأة. ومن لطيفة محمود درويش يقول لا ينقصني شيء
بغيابك سوى الكون. إذن هي معناها الكون كله المرأة. هذه النقطة الأولى، علينا أن نهتم فعلا بالمرأة وواقعها. وتحدثت قبل عيد الفطر المبارك عن موضوع تمكين المرأة، تمكين المرأة المرتبط بالجندر. حينما نعود إلى الترجمة الحقيقية للأمم المتحدة يقولون هي استقواء المرأة وليست تقويتها. موضوع تمكين المرأة ارتبط بالحركات النسوية. المرأة في الغرب كانت تعاني من الاضطهاد، من الظلم، ومن معالم هذا الظلم أنها تعمل في مناجم الفحم وتقدم الجهد نفسه، لكن حينما يؤتى بالأجور في نهاية الشهر تعطى المرأة المسكينة نصف الأجر مع أنها تؤدي العمل نفسه. فبدأت الحركات النسوية تطالب بالمساواة. تطرفت الحركات النسوية أكثر، طالبت بإلغاء الرجل وأن تتمحور الأنثى حول ذاتها. الجندر، هذه المقدمة مع الجندر. السؤال، لماذا كل هذا الجدل مع الجندر؟ الجندر ما بين قابل وآخر. تحدثت عن الجندر بشكل مفصل قبل عيد الأضحى المبارك الفات. تحدثت في 6 فيديوهات صارت تقريبا 45 دقيقة. هذه الفيديوهات 6 تحدثت فيها عن الجندر، عن هذا المصطلح، عن أسسه الفكرية، عن منظريه، عن بداياته، عن علاقة الأمم المتحدة بهذا المفهوم، الحمولات الدلالية لهذا المصطلح. فحينما تحدثت، لأنني اطلعت على كتاب صادر عن إحدى الوزارات العراقية، عنوانه صادر عن مكتب السيد الوزير، عنوانه المساواة، تقييم المساواة بين المرأة والرجل على وفق النوع الاجتماعي، تمكين المرأة، يخاطب الأمم المتحدة اليونيفيل، يخاطب الوزارات العراقية على وفق من؟ على وفق النوع الاجتماعي. هذا النوع الاجتماعي، هذا الكتاب عام 2022 الشق الثامن، بمعنى أن الحكومة منشغلة بإقرار الموازنة، هنالك مهاترات سياسية، أنا أبدأ بتمرير هذه القوانين. لدي كتاب هذا الكتيب، مفهوم الجندر ودوره في تمكين المرأة العراقية. هذا الكتاب صادر الجمهورية العراقية، مجلس النواب، الدائرة الإعلامية لمؤلفته. سنة صدور هذا الكتاب، هذا المشروع لإقرار هذا القانون، العمل على إقراره عام 2008. يعني صار الجماعة يشتغلون على هذا القانون 15 سنة. إذن هنالك عمل مؤسساتي لإقرار هذا القانون. وحضراتكم تعرفون القرار يختلف عن القانون، هم يريدون تحويل هذا إلى قانون، إذا صار قانون صار ملزما للجميع. طيب، هذا مفهوم الجندر ودوره في تمكين المرأة العراقية، اللي ظاهره المساواة ما بين المرأة والرجل. حينما أتحدث مع الأخوة، ذكر الأستاذ، ذكر أنني على تعبيره بسطر على طاولة، وكثير من الأخوة يأتون يقولون لماذا لا تتخذ قاعة من القاعات ويبدأ الحضور. هكذا لي في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وآله، النبي القائد محمد صلى الله عليه وآله، يقولون كان طبيبا دوارا بطبه، يعني كان هو من يذهب إلى الناس لا أن ينتظر الناس يأتون إليه. وخصوصا عندنا الشباب، لا سيما الشباب منهم، لما يأتون إلى القاعة هكذا استشعر يتهيب دخول القاعة، وإذا ما دخل القاعة فيتهيب الخروج منها. لذا يعني أنت تكون تحت متناول أيدي الناس وخصوصا الشباب منهم. أنا بس ممكن أخذ غير أطلع عن التزام. نتشرف، تفضل. نتشرف. إحنا عندنا محورين،
الإسلام أنصف المرأة. نعم. الوحيد مو ترى ديانات السابقة مو ديانات شرائع. نعم. ترجمها الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. نعم. فالوحيد الدين اللي أنصف المرأة دين الإسلام. بس خلي أكمل لك الباقي لك لأن التزام بس خلي أكمل لك بكلام حضرتك بس. لا انا صايع من عندي التزام حفظك هيك لا ما اقدر التزامي لا اقعد لو سمحت روح جد بعدين بعدين لا مو شوي ما نص ساعه نص ساعه مو لا هذا كلام ربع ربع قصدك هاي المداخله وانت كمل عليها فالعلم في رعايه المسلم والمسلم نعم بعدين اريد انت انت تربط ان انت عندك اختصاص ربي ولدت هم الثوابت ليس لك الكلمه نعم فاربط دني الثوابت واستمر سيدنا بناء على اللي تفضلتم به احنا نعرف اهل البيت عليهم السلام هم عدل القران فكل ما يصدر عن القران بقدر فالله تبارك وتعالى لما يقول العزيز الحكيم عز فحكم كل شيء بحساب كل كلمه كذا مع اهل البيت عليهم السلام هنالك دعاء يردده المؤمنون إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها فحينما يقدم فاطمة على رسول الله على زوجها على بنيها هذا التقديم ليس عبثيا ونحن في شهر محرم الحرام يذكر أهل التاريخ يقولون حينما استشهد الإمام الحسين عليه السلام دخلت السيدة زينب إلى الخيمة إلى خيمة الإمام زين العابدين قالت له سيدي ومولاي أعطته هذه الرسالة قال الإمام زين العابدين عليه السلام أو قتل الحسين منين فهم الإمام زين العابدين عليه السلام أن الحسين قد قتل مو بالأمور الغيبية وإنما عبر عبارة خطاب السيدة عبر هذه الشفرة لما قالت له سيدي ومولاي إذن أنت أصبحت السيد وقبل قليل كان الحسين هو السيد فهكذا علينا أن نتعامل مع عبارات أهل البيت أما أن نأتي الآن ونلحظ مثلا في اللطميات وفي الأشعار اللي توهن وتضعف من صورة أهل البيت عليهم السلام فهذا أمر آخر سيدنا بالفعل يعني أنا لما تناولت هذه القضية لم أرد أن أتناول هذا الموضوع على وفق الموضوع الإسلامي هي القضية مرتبطة بمن مرتبطة الله تبارك وتعالى يقول خلق الزوجين الذكر والأنثى هم يقولون لا على وفق النوع الاجتماعي مو الله السماء تحدد وإنما الإنسان هو من يحدد الموسوعة البريطانية تقول هكذا الجندر النوع الاجتماعي هو شعور الإنسان بنفسه كونه ذكرا أو أنثى إذن من يحدد الذكر والأنثى مو الأمور البيولوجية الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها لا وإنما الإنسان أو المصدر الآخر اللي يحدد الهوية الجندرية مو الجنسية التي تحدد المجتمع المجتمع يقولون عن فلان ذكر صار ذكرا وفلان أنثى صارت أنثى سيمون ديفوار اللي هي هذه المرأة لديها كتاب الجنس الآخر هذا الكتاب يعد بمنزلة الدستور للحركات النسوية تقول إن الرجل يقوم بدور السطوة العاطفية على المرأة حتى تحول هذا الرجل عبر هذا الإقصاء الفكري الذكوري تحول إلى شبيه بالآلهة لذا علينا أن نخلص عفوا أستاذنا أكمل سيمون ديفوا تقول المرأة تولد إنسانا ليست إنسانة لا ذكرا ولا أنثى ثم تصنع أنثى من يصنعها يبدأ الجنادر يحددون آن أوكلي اللي هي عالمة بريطانية في علم الاجتماع لها كتاب عنوانه النوع والجنس والمجتمع هي من فصلت ما بين الجنس وما بين النوع عندنا في الجندر هنالك مرتكزات هنالك أسس للنظرية الجندرية أحد هذه الأسس المهمة موضوع النوع الاجتماعي
يقولون النوع الاجتماعي لا يحدده الأمور البيولوجية، وإنما الذي يحدده أمران، الأمر الأول اللي هو شعور الإنسان بنفسه، والثاني المجتمع. هذا البيولوجي اللي هو الجنس هذا ثابت، أما ذاك فمتغير. وهكذا نبدأ بحالات الشباب من مشاكل التي مخاطر الجندر، أنها تبدأ مشاكل نفسية. بعض الأشخاص يقول ما راضي عن هويته الجندرية وعليه المفروض أتحول، يأتون إلى المراهقين يقولون أستاذنا هذا عفوا أستاذ مزاح مع الجندر. بس أكو فد مسألة حينما يعني أتحدث عن الجندر، يقولون الجندر ليس كما تفهمون، والحال أنني حينما أتعاطى مع مصطلح مع مفهوم علي أن أتعاطى مع هذا المفهوم على وفق نشأته بيئته المعرفية التي نشأ فيها. الجندر له من الظروف، له عرابوه، له أسسه، له مرتكزاته. فحينما أقول أن الجندر هو المساواة بين الرجل والمرأة، يقول الجنادر لا، منظمة الأمم المتحدة والصحة العالمية تقول لا، هو شعور الإنسان بنفسه، ومن يحدد هو الدور الاجتماعي وليست الأمور البيولوجية. هذا ذني وين أخليهم بالكنتور؟ هو هذا السؤال، وين أخليهم؟ مثلا ذني على ذكر في هوم بوخوار الكاتبة الفرنسية، أولا هي امرأة شابة جنسية. أحسنت، امرأة شابة جنسية ومنعت من التدريس وطردت. وكانت أفكارها أفكار سلبية وأفكار تتقاطع مع تعليمات الإنجيل والإسلام واليهودية، ولهذا قضي على هذه الفكرة بالمهد. إلا أن هنالك من يشجع على هذا الموضوع. الإنسان هو الذي يختار، هو رجل، كيف يختار في أن يكون امرأة؟ كيف يا دكتور مصطفى؟ كيف؟ يعني بس عنوان الاعداء استاذنا ولد عفوا الكاتب سيد سيد بس مرخصتك بس لا راح افتح باب الحوار هسه انتظر هاي انا ما اريد اغادر هاي الموضوع دكتور مصطفى شوي وسع لي قلبك هذا هو صاحب الفصامات الجندر اللي اخذ اطفال اثنين مو تمام وحول واحد من عندهم بعد ما قطع الشفه مالته وصلوا للانتحار وبعدين هذا ما قدر يتقبل هذه فطبته وهذا ادى به الى الانتحار هو اخوه هم راح حمين وعائله سيد مرخصك اخوان يكمل الدكتور حديثه ونفتح باب الحوار فرجاءً شوية التقييد بما لا هو الموضوع شائك شوية لا كمل مشوق ولذا الأخوية ممنوعين لا إن شاء الله سيدنا هو العنوان سقوط الفطرة وإحياء الشيطان هكذا وضعت العنوان اللي هو الجنة بناء على كلام حضرتك الكتاب ألف وجعلته في مطالب سبع المطلب الأول تناولت فيه موضوع الجندر المفهوم والمصطلحات والدلالات المطلب الثاني مع الجندر الأمم المتحدة المنظر والراعي الأمم المتحدة وهي من تخصص ميزانية لإقرار هذا القانون حتى في العراق المطلب الثالث الجندر وما وراءه مخاطر الجندر الجندر من بين الأشياء من بين المخاطر اللي موجودة في الجندر تقول إن الأمومة خرافة لماذا الأمومة خرافة؟ لأن من صنع الأمومة وقال إن المرأة عبارة عن عاطفة هو المجتمع ويتناسون مسألة أن الأم في التربية الطفل إذا كان طفلاً الأب ساعة ساعتين يدير وجهه ويطلع أما الأم عندها استعداد من الليل للصبح وهي الممنونة وهي تتلذذ بهذا الألم ف
الجندر وما وراءه تلك الحكاية المشؤومة. يقولون عن مع النوع الاجتماعي الحماية الإنجابية. شنو الحماية الإنجابية؟ لأنه المرأة لها دورها في المجتمع، حالها حال الرجل. لذا إذا كان الحمل، إذا كان الطفل الجنين في بطنها يعارض هذا الدور الاجتماعي، فنحن نقر مسألتين: الإجهاض، قتل النفس، تصور الوحشية، الإجهاض واستعمال مانع الحمل من دون قيد أو شرط. هذه الملغمات اللي موجودة داخل الجندر، وما خفي كان أعظم. تناولت هذا في المطلب الثالث. المطلب الرابع تساؤلات مع النوع الاجتماعي. هنالك خلط ما بين المشكلة الهرمونية والمشكلة الجندرية. هم يقولون أكو مشكلة جندرية، والحال لا. عندنا أشخاص يسمونهم خنثى، هذا واحد، وعندنا أشخاص عندهم مشكلة في الهرمونات. هو ذكر لكن الهرمونات الأنثوية شوية صعبة. عادة نحن نعمل على معالجة هذا الخلل سلوكياً، معرفياً، هرمونياً، حتى يرجع هذا إلنا إلى حاله الطبيعي. إحنا شو نسوي؟ نقول لا، هذا ما دام عنده مشكلة أنا هذا الذكر أحول إلى أنثى. زين، الأنثى طبعاً هذه أموال كلها وراها، التجنين والعمليات كلها هذه أموال استنزاف. الأنثى اللي هي حالياً أنثى من تتزوج في المستقبل إيش تتزوج؟ تتزوج ذكر، وهو بالأصل شنو؟ ذكر. صاروا عندنا تكرمون الوضع واستحاقية مع الأنثى. الأنثى تتحول إلى ذكر وتتزوج أنثى وتصير عندنا أنثى بأنثى. الأمم المتحدة توصل الأسرة إلى 12 نوعاً، اللي هو إحنا عندنا رجل وامرأة، هم لا، رجل ورجل، امرأة وامرأة. هنا عندنا في هذا النوع الاجتماعي اللي يسمونه النوع الاجتماعي. تواصلت مع، خبرت حضراتكم، مع أحد النواب العراقيين الشرفاء اللي هو مسيحي. هي مسألة فطرة، يقول هذا خلاف الطبيعة، وإحنا بدينا نجمع تواقيع لتحريم هذا مثل سن هكذا قوانين. حينما سألني الأخوة، طيب دول السياسيين اللي هم يقرون أو يعملون على إقراره شنو دول؟ صنفت هؤلاء السياسيين على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذي يتحدث بالجندر وهو لا يفهم ما معنى الجندر، مثل شخصية سياسية معروفة، واجهة سياسية، يردد عبارات الأمم المتحدة. حينما تستمعون إليه وتقرؤون مواثيق الأمم المتحدة، هذا الشخص يردد عبارات الأمم المتحدة حتى يقال إنه لطيف، يجمل صورته أمام الأمم المتحدة. هذا واحد. الثاني اللي هو السياسي الفاسد، حينما جاء بموضوع الجندر النوع الاجتماعي، ما دام ما إلى فائدة بمرر صويبة المجتمع إلى جهنم، شو العلاقة بيه؟ والثالث اللي هو أداة لهذه الأجندات. طيب، المطلب الرابع اللي هو تساؤلات مع النوع الاجتماعي، هل هو النوع الاجتماعي دعوة إلى المثلية؟ المشكلة مشكلة هوية جندرية، لو هوية، لو مشكلة جنسية فعلا حقيقية. المطلب الخامس مفهوم الجندر وجذوره وتياراته الفكرية. عندنا تيارات نسوية دخلت في هذا الباب، باب الجندر والمطالبة به. المطلب السادس الهوية الجندرية. الهوية الجندرية هذا موضوع خطير جدا، اللي هو مطلب رئيس من مطالب، مرتكز رئيس من مرتكزات الفكرية للجندر. يقولون الهوية الجندرية مو الهوية الجنسية. احنا بالهوية يقولون ذكر او انثى. الان بالبطاقة الموحدة اذا تريد تقدم ذكر انثى نوع اخر، شنو هذا النوع الاخر؟ اي هذا الواقع استاذنا، هذا النوع الاخر هو هذا اللي يردو. طيب دكتور، هذا ليش خالف الطبيعة انه هذا مخلوق انثى وهذا مخلوق ذكر؟ نعم، هذا يحمل ابدا. نعم،
استاذنا ولذا اللي يصير انه كثير من الاشخاص اللي يحولون هويتهم الجنسيه يصلون الى حد الانتحار، هو بداخله ذكر وهرمونات داخليه هو ذكر.